طاينة وقصاصة ترها قل المسافة لو تطول. إذن متابعينا مشاهدينا الأعزاء، على بركة من الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة شوطنا الثالث عشر ضمن انطلاقاتنا لأشواط الفترة المسائية وأشواط اللقاية التي تحمل في طياته هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة. انطلق شوطنا وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين، ومنك يا الله طلب السداد والتوفيق لجميع المشاركين. إذن متابعين الأعزاء أنطلق وإياكم إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول لأتابع وتتابعون الأسماء والشعارات الكبيرة والخطيرة، لأنطلق وإياكم إلى من تنطلق مع المركز الأول ومع صدارة. أتابع حشمة، تنطلق حشمة مع المقدمة ومع الصدارة ومع المركز الأول لتتقدم بشعار عتيق بن صالح بن حمدان العديني، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا حشمة مع الانطلاق الأول. الدور والنقلة للمركز الثاني لأتابع تابع وتتابعون الواصلة والقادمة. وصلت عذبة، وصلت عذبة لان بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا عذبة. المركز الثالث لأتابع وتتابعون القادمة والواصلة لأتابع من تصل لان. وصلت منحاف، منحاف أعقاب بن محمد بن سليم الدحاسي، يقدم لنا شعاره في المركز الثالث باحثا عن السلام، باحثا عن الانتصار في أغلى المهرجان، في أغلى المهرجانات، ألا وهو مهرجان ولي العهد. انطلق مع المركز الرابع وأرى الدخول والتدخل لان. وصلت سيوف، سيوف وصل هايل بن عبد المعطي العنزي، يقدم لنا شعاره ويقدم، ولكن لأتابع عزام، عزام محمد بن خليف بن رشيد الحربي، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا عزام. من تبحث عن النماس وتبحث عن الانتصار. أتابع الواصلة، وصل البريدي، وصل البريدي ليبحث عن السلام، يبحث عن الانتصار ويبحث عن النقطة الثالثة في هذا المساء. النقطة، النقطة الرابعة لأتابع الواصلة، وصلت الظبي، وصل حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، وصلوا أبناء قطر يبحثون عن السلام. هكذا متابعين مشاهدين الأعزاء أتممنا على مسامعكم الخمس المراكز الأولى. عودتنا وإياكم إلى الصراع وإلى النزاع، عودتنا وإياكم إلى البطلة. من تنطلق مع الصدارة بشعارك يا محمد يا بن ناصر يا بن شافي القحطاني، يقدم لنا عذبة لتكون أول المنطلقات. تبحث عن سلام عذبة، وصلت إلى القادمة، وصلت، وصلت حشمة، وصل عتيق بن صالح بن حمدان الأعداني، ينطلق ويقدم لنا شعاره في المركز الثاني. المركز الثالث أتابع من وصلت، أتابع من قدمت لان لتبحث عن السلام، تبحث عن الانتصار. وصلت عزام، عزام محمد بن خليف الحربي، من يقدم لنا شعاره في المركز الثالث. أتابع المركز الرابع من وصلت لان، أتابع ناصية، وصلوا أبناء نجران، وصلوا أبناء نجران يبحثون
عن السلام، يبحثون عن الانتصار. من تنطلق وتصل ناصية ناصية قبل بن مانع، من يقدم لنا شعار اليومي في المركز الرابع. دقة الأجراس، أجراس الكيلو متر الأخير. أعود وإياكم إلى البطل، من تنطلق مع الصدارة وتنطلق مع المقدمة بكل قوة، من تنطلق بشعار محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، يقدم لنا شعار ويقدم لنا عذبة. وصل وصل شعار سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري، يقدم لنا ويقدم لنا الجوهرة. وصلت الجوهرة، وصلت البطلة. الله الله، يا هو من صراع، يا هو من نزاع، لمن هذا الشوط؟ ولكن نعود نعود مع عذبة والأمتار الأخيرة. عذبة عذبة وصلت كذلك، وصلت الواصلة والقادمة عزامة، غيرت عزامة، غيرت بشعارك يا محمد يا بن خليف يا الحربي. ولكن من الجانب الأيمن لنتابع شعارك يا سليمان يا بن عبيد يا بن سليمان الدوسري الجاهرة، الجاهرة بشعارك يا سلمان يا بن عبيد يا بن سلمان الدوسري. غيرت غيرت بشعار الفعال والأمتار الأخيرة. سلامي عليك يا الفعال، من قدم لنا هذه البطلة والأمتار الأخيرة؟ ها هي المنصة تستقبل لنا هذا الشعار وتستقبل لنا البطلة الجوهرة، جوهرة في هذا الشوط وفي هذا الانتصار بشعار سلمان بن عبيد بن سلمان الدوسري، من قدم لنا الجوهرة بهذا الانتصار وبهذا النوماس الغالي والمشرف. المركز الثاني، المركز الثاني لو تابع. المركز الثاني ليتابع عزامة بشعار محمد بن خليف بن رشيد الحربي، من قدم لنا عزامة في المركز الثاني؟ ما قصرت عزامة. المركز الثالث، هكذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء متواصلين وإياكم شوط يليه الآخر ضمن انطلاقاتنا للفترة المسائية. هكذا لحظات ونوافيكم بوصول الجوهرة بشعار سلمان بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري، من قدمت لنا العرض الممتاز والمميز. توقيت الجوهرة، من وصلت بهذه الأداء وفاجأتنا بشعار الفعال، وهنيا لك على هذا النوماس وعلى هذا الانتصار الغالي. لحظات وصول الجوهرة 6:35:28 من الثانية. المركز الثاني وصلت عزامة محمد بن خليف بن رشيد الحربي، وصلت في المركز الثاني 6:36:98 من الثانية. المركز الثالث وصلت الشامخة بشعار، من قدم لنا شعاره؟ الراوي بن حمد الشمري في المركز الثالث 6:37:80 من الثانية. المركز الرابع وصلت مزنة فهد بن خيران بن بيشان الرزق العجمي. المركز الخامس شرارة بشعار صالح بن مبارك النهدي، من قدم لنا شرارة مع خامس المراكز. هكذا متابعينا الأعزاء التهاني والنوماس لمالك الجوهرة سلمان بن عبيد بن سلمان التميم الدوسري بشعار الفعال، من قادرت بالسلام وبالانتصار الغالي. هكذا متواصلين وإياكم وشوطنا القادم والزميل علي بن محمد اليامي.